وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من مدخل بلدة بيت فجار في الجهة الجنوبية الشرقية من محافظة بيت لحم، حيث نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بوابة حديدية كما ترون على الشارع الخارج من البلدة والداخل إلى البلدة بشكل مفاجئ. فوجئ المواطنون مؤخرا في اليومين الأخيرين بنصب البوابة الحديدية التي تغلق على البلدة بالكامل وتخنقها. وراء وهذه البوابة مستوطنة مجد العوز المتاخمة للبلدة، كيف تؤثر البوابة على المواطنين من الناحية الاقتصادية وكذلك من الناحية الحركية، وكيف تقطع بين يعني أجزاء محافظة بيت لحم وتقطع الطريق على بلدة بيت فجار وتبترها من اتصالها الجغرافي؟ للحديث عن هذا الموضوع سوف نتحدث عن الناشط الميداني محمد طقطقة وكذلك الناشط الإعلامي حاتم للحديث عن التفاصيل هذه. محمد، بعد الترحيب بك، كيف فوجئتم أنتم كأهالي بلدة بقوات الاحتلال تنصب بالبوابة الحديدية؟ يعني قبل أسبوع من الآن كما تحدثت في تعداد كان قامت قوات الاحتلال بشكل مفاجئ بعد الظهر اليوم بتركيب هذه البوابات الحديدية دون سابق إنذار على بلدة بيت فجار. سبق ذلك أن قامت قوات الاحتلال أيضا بوضع مكعبات إسمنتية كما تشاهدون على أطراف الشارع، إضافة إلى منع المواطنين قبل شهر من الآن وفي تقريبا في فترة منخفض جوي أثناء الثلوج بوضع سواتر ترابية أيضا ومنعهم من الدخول إلى المنطقة المحاذية للمستوطنة فتح الطريق ومنع موظفي البلدية من القيام بمهامهم. هذه الإغلاقات وهذه الإخلاقات وهذه التضييقات التي تشهدها بلدة بيت فجار ليست وليدة اليوم، ولكن منذ فترة طويلة يحاول الاحتلال بوضع عراقيل أمام هذه البلدة ومصانع هذه البلدة التي تشاهدونها أيضا، لأن هذه البلدة تعتمد على لصناعة الحجر بشكل أساسي، إضافة إلى أن هنالك مداهمات يومية تقوم بها قوات الاحتلال واعتقالات وتحقيقات ميدانية واعتقالات شهدت في الفترة الأخيرة من خلال شهر حتى هذه اللحظة اعتقال أكثر من 20 طفل لا يتجاوزون 15 عاما. أضف إلى ذلك أن قوات الاحتلال وإعلام الاحتلال العبري ينشر في الفترة الأخيرة فيديوهات، ربما هذه الفيديوهات لها أحد الأسباب التي أدت إلى وضع هذه البوابة، حيث أننا نشاهد أنه يقوم بنشر فيديوهات لإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة مدخل مستوطنة مجد العوز أو ما تسمى مستوطنة مجد العوز. هذه الإجراءات اليومية التي يمارسها الاحتلال من وضع حاجز على المدخل إضافة إلى هذه البوابة ربما ترتيبات لمرحلة قادمة وإغلاقات وتضييقات ستشهدها بلدة بيت فجار، إضافة إلى الإغلاقات المستمرة على محافظات الوطن بشكل عام وليس فقط بيت فجار، بيت فجار جزء من الوطن. رأينا قبل قليل مركبة عسكرية توقفت هنا على الركن الأيمن من الشاشة على الشارع وألقت نظرة باتجاهنا ونحن ننصب بالكاميرا، وكما نرى أيضا في آخر الشارع يعني تنتشر كاميرات المراقبة على العمدان بشكل مكثف على هذه المداخل، ويظهر أيضا معنا في الشاشة البرج العسكري الإسرائيلي، يعني ثمة مراقبة ومتابعة مكثفة لهذه النقطة. ما حساسية هذه المنطقة محمد؟ يعني الاحتلال يعتبر بأن هذا الشارع هو شارع أمني يحادي مستوطنة مجد العوز، تجد ترى في الصورة هنا برج عسكري وكذلك إضافة إلى الجهة الأخرى هنالك برج آخر. في الليل لا يستطيع أحد سلوك هذا الشارع لخطورته، حيث يتواجد ليليا بين هذه القلاع الحجرية جنود للاحتلال في يقومون بنصب كمان، إضافة إلى هذه المنطقة أيضا هذه أصبحت من أخطر المناطق على المواطنين. في السابق كنا عندما نسلك هذا الشارع في الليل يسهل للمواطنين عدم الخروج إلى داخل البلدة، ولكن بسبب وتواجد الاحتلال في هذه المنطقة التي تشاهدونها ليليا هنالك كمائن وتم إطلاق نار على عديد من الشبان أو حتى المزارعين وكذلك الذين يقومون برعاية الأغنام. الآن شاهدنا أن أحد المواطنين تواجد في أرضه في تلك المنطقة، على الفور تواجد جيبلي الذي شاهدتوه في الصورة جيبلي جنود الاحتلال وقام بالتوجه إليهم ومنعهم من التواجد في هذه المنطقة.
هذه البوابة ليست الوحيدة، ربما هنالك بوابة أخرى، كيف تؤثر هذه البوابة عليكم أنتم كأهالي بلدة؟ يعني لها تأثيرات على ليست الآن ولكن على المستوى البعيد. ربما هنالك مخطط للاحتلال، كما عرفتم في قبل شهر من الآن أو شهرين قامت إدارة ما تسمى بالإدارة المدنية، الشؤون المدنية، بإطلاق ما يسمى ببرنامج دور تو دور. هذا البرنامج الذي يحاولون فرضه على مصانع الحجر في بلدة بيت فجار ومقالع الحجر، ربما من خلال إجراءات أمنية داخل مصانع الحجر، ربما من خلال ساحات تتواجد فيها الحجارة. هذه الإجراءات ربما تستبق هذا القرار الذي صدر والذي قوبل وجوبها برفض من أهالي البلدة وأصحاب مصانع الحجر، حيث قاموا بإجراءات عديدة من الاحتجاجات قبل أسبوع من الآن في هذه المنطقة، وتم تأخير تنفيذ هذا القرار. ربما وجود هذه البوابة الآن أحد هذه الأسباب أو لأسباب أمنية، لا نعرف ذلك، ولكن في المستقبل القريب سنرى. هنالك أيضا إضافة إلى هذه البوابة بوابة أخرى على المنطقة الشرقية الجنوبية لبلدة بيت فجار، والتي تمنع الدخول والخروج من على مراح رباح وبيت فجار، وهذا الشارع بالأساس يخدم ليس فقط بيت فجار، هذا الشارع أساسي يخدم منطقة الخليل بشكل عام، حيث أن بسبب تواجد الأزمة الدائمة اليومية على مفرق عطسيون هان ومخيم العروب وكذلك بيت أمر، عندما يكون هناك لث أهالي الخليل ومنطقة الخليل يسلكون هذا الشارع لسهولته الذي يربط سعير بيت فجار سعير بيت عنون مباشرة، يعني يسهل ليس فقط على المواطنين. يوم أمس شاهدنا سيارة إسعاف، وأهالي سيارة الإسعاف في البلدة الآن يعانون من هذه وجود هذه البوابة، بحيث سيضطروا إذا أغلق هذا الشارع سلوك شوارع أخرى بالمنطقة الجنوبية، ربما تزيد عليهم من 5 إلى 10 كيلو للوصول إلى المستشفى. له تأثيرات، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إغلاقها بشكل كامل، هي موجودة الآن، ربما إذا حدث أحداث، ربما إذا ما حدث شيء في المستقبل يقومون بإغلاقها كما في السابق. بالإضافة إلى البعد الأمني أيضا البعد الاقتصادي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هكذا إجراءات ربما معاقبة أهل البلدة، معاقبة جماعية، وبالتالي تحاول ردع الشبان. بعد سنة على الهبة الكبيرة التي شهدتها فلسطين بعد معركة سيف القدس، ومن قبلها الأحداث في حي الشيخ جراح التي كانت فتيل الاندلاع، المواجهات على أكثر من نقطة في الضفة الغربية، ربما سلطات الاحتلال تستبق خطوات لمنع أي مواجهة قد يعني تشتعل، خاصة بالقرب مستوطنات مثل مجد العوز وغيرها التي توجد في أحيانا مصانع وكذلك مزارع. بالانتقال إلى حاتم طقاطقة الناشط الإعلامي، حاتم لو ترصد لنا إعلاميا أنت هنا في هذه المنطقة كابن لهذه البلدة، الأحداث التي تجري هنا في هذا الشارع وربما ترتب عليه أن سلطات الاحتلال استهدفته بشكل مباشر. يعني ما قامت به قوات الاحتلال بوضع بوابة على المدخل الرئيسي لبلدة بيت فجار هو أحد مدخلين رئيسيين يخدمان البلدة، الآخر هو في الجهة الشرقية يوجد عليه بوابة منذ زمان. الآن قامت قوات الاحتلال بإغلاق الشارع الرئيسي الثاني الذي يربط بيت فجار بالمحافظات الأخرى. وضع هذه البوابة قد يكون بداية بأسباب أمنية إغلاقها وفتحها متى يشاءون، في حال حدوث هبات، في حال حدوث مواجهات يتم إغلاق هذه البوابة. أيضا من ناحية اقتصادية، نحن نعرف أن بيت فجار هي بلد اقتصادي في أكثر من 140 مصنع حجر، مصانع الحجر هاي بتصدر الحجر لكل محافظات فلسطين، كل مدن فلسطين. لما يتم إغلاق هاي البوابة ما في أي مصنع حجر راح يقدر يطلع لو حجر واحد لأي مكان. الطريق الآخر أو المدخل والمخرج الآخر لبلدة بيت فجار يبعد ما يقارب 8 كيلومتر، يعني في حال حدوث قوات الاحتلال إنها أغلقت هاي البوابة راح يضطر المواطنين لسلوك طريق أطول ب 8 إلى 10 كيلومتر حتى الوصول إلى الطرق الرئيسية والوصول إلى المحافظات الأخرى. يوميا يوجد مداهمات واعتقالات لشبان وأطفال من بيت فجار لا يتجاوز عمرهم 13 سنة و14 سنة بحجج وهي إلقاء حجارة وإلقاء زجاجات حارقة على المستوطنات القريبة. يوميا يتم مداهمة البلدة، تفتيش المنازل، اعتقال بعض الأطفال، اعتقال الشباب بتهمة إلقاء الحجارة. ويعني هاي مجمل الأحداث اللي بتصير عندنا بشكل يومي
مداهمات واعتقالات. وضع هاي البوابة رح يسهل عملية الاحتلال في التحكم في البلدة، رح يسهل عملية إغلاق وفتح البلدة متى يشاءون. بالتالي زيادة القبضة الأمنية. سؤال أخير حاتم، هل توجد أراضي تعود للمواطنين بترتها البوابة خلف أو خارج هذه البوابة في الشارع؟ يعني إحنا كانت أراضي بيت فجار تمتد من لحد مدخل مستوطنة مجد العوز. هاي المنطقة المستصلحة كلها بالأشجار والمستصلحة بالتعبيد وبالرصيف، قامت بلدية بيت فجار باستصلاحها وزراعتها وتعبيدها ووضع الرصيف فيها. الآن قامت قوات الاحتلال بوضع هاي البوابة في هذه المنطقة وأخذ جميع الطريق التي يقارب يعني ما يقارب 700 ل 800 متر، هي من أراضي تعود لبلدية بيت فجار، استولت عليها سلطات الاحتلال بعد وضع هاي البوابة. بقية الأراضي اللي هي هاي المنطقة تعتبر منطقة سي، ممنوع الاقتراب منها، ممنوع البناء فيها، وحتى ما يبعد 500 أو 600 متر من هون لبداية البلدة، هاي المنطقة كلها يعتبروها مناطق سي، ممنوع فيها إنك تبني أو توضع أي شيء بخص مواطن فلسطيني. هي مناطق تعود يعني أمنيا لسلطات الاحتلال. شكرا جزيلا لك حاتم. إذا مشاهدينا الكرام، كما ترون هذه التفاصيل وهذه التأثيرات التي قد تلحق بأهالي البلدة وربما قد تلحق بأيام القريبة الآتية من تأثير على الناحية الاقتصادية وكذلك بتر للبقع الجغرافية يعني الآخذة بالتآكل شيئا فشيئا بفعل الاستيطان وكذلك التوغل باتجاه البلدات التي يسكنها الفلسطينيون. مشاهدينا الكرام، هذه بوابة بيت فجر التي نصبت مؤخرا وهذه التأثيرات التي قد تلحق بالبلدة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.